نبدأ مع حضراتكم الأخبار، وبداية من مباراة فاركو لغاية نهاية مشوار الدوري. هستعرض مع حضراتكم يمكن مع أخبارنا جدول مباريات الأهلي. تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم معنا إيه النهاردة. يلا نبدأ بماتشات. طبعا عندنا يوم 28/6 دي مباراة فاركو اللي هتتلعب يوم الجمعة، بعدها 1/7 دي مباراة الأهلي و ده طالع الجيش بالظبط، وبعد كده الاهلي والداخليه، ثم الاهلي والداخليه تبقى يوم 4/7، ثم يوم 8/7 هنلعب مع طالع الجيش تاني، وبعد كده يوم 12/7. خدوا بالكم بقى من تاريخ 12/7 ده، او خدوا بالكم من تاريخ 10/7 وقفوا عنده عشان هرجع له كمان شويه في نقطه مهمه جدا. يوم 12/7 دي اول مباراه للاهلي بعد يوم 10، هيبقى يوم 12/7 مباراه بيراميدز، 16/7 هيبقى مباراه فيوتشر، نرجع نلعب يوم 22/7 مع بيراميدز تاني، ثم 26/7 هنلعب مع المصري البورسعيدي، 29/7 مع سيراميكا كليوباترا، 1/8 مع البنك الاهلي، 4/8 مع المقاولين العرب، ثم 8/8 مع سموحه، ثم مع زد يوم 11/8، 14/8 نواجه فريق امبي، ثم ختام الدوري مع فيوتشر يوم 17/8. من اول يوم 10، من اول يوم 10/7 هتبدا رحله منتخب مصر الاولمبي لاولمبياد باريس. روجيريو ميكالي، الماتش الاولاني للمنتخب اعتقد هيكون يوم 24/7، مباراتنا الاولى الرسميه هتكون يوم 24/7، لكن معسكر المنتخب ورحلته في التحضير للاولمبياد تبدا يوم 10. ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ هرجع لقصه التواريخ، وان احنا بنقفل السيزون ان شاء الله باذن الله، طبعا ده غير ماتشات الكاس، هنقفل السيزون في نص 8، دي قصه، ده موضوع هنركنه على جنب دلوقتي. لكن احتماليات، طبعا روجيرو ميكالي كان في الاول اتكلم على انه عايز مصطفى محمد، عايز محمد صلاح، والكلام مؤخرا كمان كان على تريزيجيه، والانديه اللي بتنتمي ليها سواء ترابزونسبور سواء نونت الفرنسي او ليفربول اتكلموا في فكره انه صعب جدا اللعيبه دي. النهارده في تصريح لتريزيجيه انه كان نفسه جدا جدا يلعب مع منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد باريس، لكن خلاص دي اراده الانديه. الانديه طبعا بما انه الدوريات خلصت هناك في التوقيت ده بيكونوا بداوا فتره الاعداد للموسم الجديد، عندهم بعض المباريات الوديه، النادي بتاع تريزيجيه عنده هيبدا مشوار تصفيات السيزون الجديد اللي جاي في بطوله اليوفا، فبالتالي الانديه ما تقدرش تستغنى عن لعيبتها. البدائل قدام روجيرو ميكالي النهارده مين؟ لعيبه محليين، ومن الاسماء المطروحه جدا والمرشحه للانضمام لمنتخب مصر الاولمبي ثلاث لعيبه، امام عاشور، محمد عبد المنعم، وواحد من اثنين حراس مرمى النادي الاهلي سواء الشناوي او شوبير. طيب الكلام ده معناه انك انت هتستغنى عن لعيبتك من يوم 10/7 لغايه مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم كده لغايه اول اسبوع من 8، يعني شهر كامل تقريبا، يعني ده لو ربنا ما اتمنى طبعا ربنا يكرم منتخبنا الاولمبي ويروح لغايه نهايه المشوار. يعني انا بكلمك على الثلاث ماتشات اللي هم في دور المجموعات، اسبانيا والدومينيكان ومش فاكر مين حتى الفرقه الثالثه اللي معانا، دول ثلاث ماتشات هتلعبهم اجباري كده كده، فبالتالي ده معناه انه الاهلي يستغنى عن ثلاث لاعبين لمدة شهر بداية من يوم 10. خلال الفترة دي عندك ماتشات مع مين؟ نمرة 2 طبعا، يعني او 1 و2 اهم ماتشين بيراميدز. ليه؟ لانه في حالة اذا ما نادي الاهلي استكمل عدد المباريات المؤجلة هيكون الاهلي راكب صدارة الدوري بفارق نقطة عن بيراميدز، يعني المنافسة هتكون بينه وبين بيراميدز والاهلي هيكون متفوق بنقطة واحدة، عشان كده ماتشين بيراميدز مباريات فاصلة جدا جدا في حسم لقب البطولة السنة دي. الماتشين اللي هيتلعبوا يوم الأول يوم 12 والتاني بعديه على طول ب10 أيام يوم 22. هل طبعا خليني برضو أقول لكم بين قوسين إنه ماتشات الأولمبياد منتخب الأولمبي لما بيلعب في الأولمبياد ده خارج أجندة الفيفا، ده ملوش علاقة بالأجندة أجندة المباريات الدولية بتاعت الفيفا، بالتالي في أحقية للأندية زي ما الأندية اللاعبتنا المحترفة في الخارج قررت انها ما توافقش على انضمام اللعيبة دي، رغم ان اللعيبة انا ما عنديش شك ان اللاعبين يهمهم ويشرفهم ان هم اولا بيلعبوا مع منتخب مصر، ثانيا في اولمبياد، وده حلم لاي لاعب انه يشارك في اولمبياد باريس.
لكن الأندية من حقها ترفض، وبالتالي الأندية سواء نونت أو ليفربول أو ترابزونسبور رفضوا أن اللاعبة المصريين ينضموا لمنتخب مصر الأولمبي. هل ممكن دي تبقى قصة؟ وهل هنا في التوقيت ده، يعني خلينا نتكلم على المصلحة العامة، هل في التوقيت ده طبعا احنا مع منتخب مصر الأولمبي والأهلي أكيد طبعا مش هيتأخر، لكن في نفس الوقت هل ممكن وانت بتتكلم على ثلاث لعيبة مهمين جدا، الشناوي أو شوبير أي واحد فيهم مهم جدا جدا جدا، لأنه لا قدر الله في حالة غياب حد للإيقاف، لا قدر الله للإصابة، مش هيبقى عندك طبعا زونفولي كويس ومخلوف كويس وحمزة علاء يبقى كده مع الأولمبي طبعا، لكن في النهاية أنت بتتكلم على اثنين حراس هم أفضل اثنين حراس على مستوى إفريقي، وممكن هنا ما يبقاش في مشكلة قوي، لكن إمام وعبد المنعم في التوقيت ده هل ممكن يبقى هل ممكن يبقى لأ؟ دي ممكن برضو تكون قصة تانية. ولا الأفضل لميكالي مثلا، واحنا عندنا عناصر مميزه جدا في منتخبنا الاولمبي، انه يروح لفرق وعناصر ممكن تكون جيده جدا وممكن تمثل اضافه كويسه جدا 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 للمنتخب الاولمبي بره الفرق اللي في منافسه مباشره وواضحه وصريحه على لقب البطوله. يعني هل ممكن نفكر او نحط بديل؟ الله اعلم. على كل الاحوال في النهايه في اطر وفي لوائح واضحه وصريحه بتحكم الموضوع ده، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الاولمبي.